نصيحتي للاهالي اللي عندها اطفال هتدخلها كي جي 1 وكي جي 2 في مصر، شويه نصايح كده مهمه نمشي عليها عشان ربنا يكرمنا. مش هتمشي عليها والله العظيم هتشوف ايام اسود من قرن الخروب. مبدئيا كده بلاش اي مدرسه بتتكون من 3 حروف انجليزي، سي بي اس والسي بي يو والدي ام سي والام بي سي والكلام ده، اهرب اهرب، احنا مش قد الكلام ده. لو بتتكون من كلمه واحده زي فيكتوريا، المناره، رياليتي، برضه اهرب. ده كمين اسامي البرفانات دي احنا مش قدها. لينا في الاسامي العربيه المزدوجه الجميله بتاعت زمان، الحنينه على فلوسنا وعلى جيوبنا، سعد الدين، حسن شحاته، احمد عرابي، الكلام الجميل ده نعرف نسد فيه ونكمل، عشان نحتاج ان احنا نبيع كليتنا عشان نكمل عالم ولادنا. اول حاجه هتحاول تشوف واحد من صحابك سبقك ويحاول يسرب لكم اسئله الانترفيو. تقول لي يسرب لكم، هقول لك اه، ما في اسئله لاولياء الامور وفي اسئله للاطفال. يطلع واحد دلوقتي ويقول لي اولياء الامور ايه، تعمل لهم انترفيو ليه؟ هقول له يعني زفت طفل عنده 4 سنين يتنالي تعمل له انترفيو ليه برضه؟ مش فاهم هيسالوه في ايه، ما ايه خبرتك في الحياه مثلا؟ شايف نفسك فين بعد 10 سنين في المدرسه ولا؟ ما هو كلام مش منطقي يا جماعه، تعقلوا كلمه يا جماعه. وده طفل كل اللي يفهمه ايباز يطير، سبونج بوب، سفنجه، اكتر من كده براه. بس هو انترفيو لازم يتعمل ولازم ندفع فيه فلوس من 2000 ل 5000 جنيه عشان نقدم ونعمل انترفيو. وفي الغالب بنولع كلنا وبنترفض انا والعيل وبنطرد من المدرسه، راحت علينا الفلوس. هي سبوبه. عرفتوا بقى لما سالت ان هم بيمسكوا الطفل ويقعدوا يسالوه على الارقام والحروف واسامي العواصم بتاعه الدول بالعربي والانجليزي، هتحس كده ان هو قاعد في منصه يربح مليون. طفل 4 سنين هتنالي يعرف الكلام ده كله؟ مش فاهم. لو عارف الكلام ده كله انا ادخله 5 ابتدائي على طول، ادخله كي جي 1 ليه؟ ده يبقى نبغى. امال انا جايبه المخروبه دي ليه؟ ما عشان تعلموه. ده على ايامي اللي كان حافظ الحروف من الف للجيم كنا بنعينه مش في الفصل، وكان بيترشح لمنصب مهم في الشرطه المدرسيه. ده غير بقى ان في مدارس بتطلب منك انك انت تصور مقطع فيديو للطفل وتبعت لهم، هم بقى يقعدوا يحللوه ويفسروه ويشوفوا سلوكيات الطفل وهو بيتنطط في الفيديو، حاجه كده زي تيست كاميرا. مش فاهم انا اعمل له تيست كاميرا ليه؟ انا بقدم له في مدرسه ولا بقدم له في المعهد العالي للفنون المسرحيه ولا ايه اللي بيحصل؟ محدش فاهم حاجه. اسامي التعليم اليومين دول بقت مايعه قوي بصراحه يا جماعه. بقى ما نتربنا بقى ايه كي جي 1 وكي جي 2 دي؟ مش فاهم. على ايامنا كان اسمها الصف الاول الابتدائي، شايفين العظمه؟ ما كانش في حاجه اسمها بري سكول. دي بري سكول تحس ان هو دواء اسهال. كان اسمها حضانه كبرى وحضانه صغرى. اي نعم الاسامي كانت قلبه على درجات حراره شويه بس كان فيها البركه. واللي عرفته هنا بقى ان هم بيقعدوا يسالوك اسئله زي اللي حماك بيسالها لك في اول قعده، دي بقعده التعارف، لو انت معاك كام، بيقبض قد ايه، من وديعه في البنك ولا راكب عربيه ايه، تشتغل ايه، المدام بتلبس منين. هم هنا يا جماعه عايزين يتاكدوا انت مريش والقشه معدن معاك والجنيه عارف طريق بيتك ولا على الله حكايتك وكحيان وهتتعبنا. نقعد نجري ورا بعض بقى ومحاضر وندفع القسط في المحكمه والكلام ده. لو انت كحيان وجو اللبش ده، في حضانه نور الهدى على اول الشارع بترحب بابناء الكحيانين. سالت عن مصاريف المدرسه، قالوا لي هتدفع 75000 جنيه. احي 75000 جنيه اللي ادفعهم في السنه؟ مش فاهم. ده انا اشتري له بيهم عربيه يقف بيها على ناصيه الشارع ويفتح شنطتها ويبيع شاي وقهوه، يبقى راجل كسيب قد الدنيا ويمسك قرش، اسيب الدنيا هي اللي تعلمه اسهل. ده انا كنت داخل مدرستي ب 75 جنيه في السنه، ولما حبيت اكسر عينيهم اتبرعت بشجره وديسكو، كنت ملك ملك جوه المدرسه. يجي يقول لك 25000 جنيه مصاريف الباص، ليه بقى؟ مش فاهم. ده انا اشتري له عربيه شاهين ب 25000، يفضل رايح جاي بيها على المدرسه خاربها لحد ما يبقى عنده 90 سنه، العربيه الشاهين هتعمر معاه ويفضل عايش بيها ومبسوط. غير ان لسه في طقمين صيفي وطقمين شتوي وكوتشيين للصيف وللشتاء وسليبر عشان لو حب يخش الحمام. اه والله. بس هما بينسوا يقولوا لك النجف على مين؟ ما حضرتك انا كده بجهز ابني، انا كده مش موديه مدرسه. الله يرحم ايام زمان كان هو طقم واحد معفن، امي كانت بتجيبه لي اكبر مني بثلاث مقاسات عشان يفضل معايا 6 سنين، الجزمه الباتا وكيس الجيل ايام ما كان عندي شعر وكنت ببقى اروش طالب في الفسحه. لسه في لانش بوكس ولانش باج، ولازم يبقى فيه مناديل وسانيتايزر، ولازم يبقى فيه ووتر فلاسك. مش عارف ايه الووتر فلاسك ده، بس ده اللي انا عرفته لحد دلوقتي. الواحد بقى يبص على اللانش بوكس ده يشوف حاجات غريبه فيها يا جماعه، بوفيه 5 نجوم، لحوم بارده ولحوم سخنه والبان، وتلاقي فيه مكسرات. كنت بخش بسندوتش الجبنه الرومي كان بيبقى فيه انقلاب في الصف. كانت الميس تاخدني على جنب تقول لي بلاش كده، بلاش تحسس زمايلك بالعجز. لا جاتنا 60 جنيه تاخدنا كلنا بالاطفال بالكي جي 1 بالمدارس بكله بقى. سلام عليكم.